احنا بنسمع قاعدين بطل بكون بطل يعني عضلات ومفتول عضلات وعريض المنكبين زي ما بيقولوا، وفجأة يتوفاه الله. وهي اصبحت كأنها ظاهرة بين من يمارسون هذا النوع من الرياضات. ما السر؟ وهل يمكن ان تتحول لعبة من رياضة مفيدة للجسم الى شيء خطر على الجسم؟ في سر يا اخوان، واللي هي نحكيها بوضوح وصراحة، هي المنشطات اللي بياخذوها طنهم بغزو زحالهم ابر وبروتينات ومنشطات وهرمونات ومش عارف ايش، ما هي بتموت في الاخير. يعني قلبك هو قلب انسان مش قلب حصان يعني، فبتحمل لحد معين. خلونا نسأل أستاذ العلوم الحركية والصحية في الجامعة الأردنية الدكتور هاشم الكيلاني الذي ينضم إلينا. دكتور هاشم حياك الله يا سيدي. حياك الله. حياك الله دكتور. دكتور، السر وراء، إذا كان هذا الكلام صحيحا، كثير من لاعبو الأثقال ورفع الحديد البادي بيلدينج قاعدين بتوفوا بسن صغيرة. يعني أنت بتشوف الواحد تفاجأ أنه هذا صخرة، شو بده يهده فجأة بكون سكتة قلبية أو دماغية بموت، شو اللي قاعد بيصير معهم؟ حقيقة الفرق بين المكملات الغذائية والمنشطات الهرمونية البنائية هو في فرق. يعني المكمل أكيد الغذائي أكيد هو عبارة عن فيتامينات وبروتينات إلى آخره، صحيح، مصادر الطاقة. ولكن الصناعة اليوم خلطت ما بين المكملات الغذائية وبين الهرمونات الاجتماعية، بالتالي صارت يعني في كثير من المواد المصنعة أصبح فيها غش، يعني بمعنى آخر فيها نوع من المواد اللي هي محرمة دوليا بالنسبة للرياضي. يعني حتى لو الرياضي أقنع نفسه أنه هو عم يأخذ مكملات غذائية لازم يكون حريص ويعرف هل هذا المكمل خالي من الهرمونات الممنوعة أو لا. لما أقصد الهرمونات الممنوعة أقصد هرمون النمو، الثيرويدات، الهرمونات التي هي تؤدي إلى ضخامة العضلات وإلى زيادة مخاطر صحية على الإنسان خاصة الكبد. بدنا تفاصيل لو سمحت دكتور هاشم، بدنا تفاصيل. حضرتك بتتحدث عن مخاطر، وإحنا بنعرف إنه هالشباب في النوادي كلهم مدرب بقول له اسمع بعطيك إبرتين بعطيك كم من حبة بتطلع بتصير عندك عضلات وبتفصل جسمك. خلينا نحكي بوضوح وصراحة، وهي منتشرة بين شبابنا للأسف، واحد بكون وزنه 60 كيلو فجأة بيقلب بطل يعني حديد، شو هم قاعدين بيعملوا في حالهم فعليا؟ هو المشكلة في التوعية سواء كان من المدرب أو في من اللاعب، يعني ما في توعية جيدة حقيقة. في هوس انه يصير جسمي حلو يعني بأي شكل. انت قلت انه تبعون بناء الاجسام ورفع الاثقال، الان معظم اللاعبين صاروا ياخذوا مكملات غذائية تقريبا مدعومة بالهرمونات او مدعومة بمواد اخرى خطيرة. ايضا يعني انا اذكر احد اللاعبين في بناء الاجسام اسمه بن عزيز الجزائري، مات وهو يعرض عضلاته على المسرح. صح صح. يعني برضو هذه قضية مهمة. في لاعبي القرص ولاعبي يقول في الزمانات الكتلة الشرقية كانوا يأخذوا كثير من الهرمونات البنائية وكانوا يموتوا فعلا مبكر، يكون عندهم سرطان الكبد ومشاكل في طب القرص. هذه الهرمونات دكتور لو حكينا عن مخاطرها حدثنا عنها بشكل نقاط. أولا شو بتعمل بالنسبة للذكر؟ لما يأخذ هرمونات استيرويدات، يعني استيرويدات الاجتماعية مثل هرمون نمو أو الهرمونات اللي هي تجعل العضلات ضخمة وتقوي العضلات، المخاطر تبعتها انه اول شيء الذكر بيصبح املس الشعر، يعني شعره بيكت شعر جسمه. اثنين، حلمة الصدر تكبر تثدي. ثلاثة، خصيتين تصغر. اربعة، قد يؤدي الى العقم. خمسة، ينعم الصوت. بالاضافة الى مشاكل اخرى في الأجهزة الداخلية بالكبد وأيضا بالقلب. أما بالنسبة للأنثى إذا أخذت مثل هذه الهرمونات فالعكس بيصير، خاصة الاستستيرون، لأن الاستستيرون الذكورة موجود عند المرأة وعند الرجل، ولكن بنسب ربنا خلقها يعني نسب معينة لكل إنسان ذكر أو إنسان أنثى. فبالتالي الأنثى بيصير عندها كثرة الشعر والصوت يخشوشن وكذلك ضمور في الصدر وما إلى ذلك من صفات ذكرية تصبح موجودة عندها.
فهذا الشيء يعني. طب دكتور، بحكم يعني بحكم تجربتك الطويلة يعني في هذا المجال، ليش بيعملوا في حالهم هيك الشباب؟ يعني هذا هوس انه يصير شكلي حلو وانه يصير عضلات. المشكلة انه كل شاب بحب يحصل على الانجاز ويحصل على بطولات، وهذه تقريبا دفع نفسي من المدربين ومن الاتحادات ومن الاداريين احيانا بدون وعي، يعني بدون ما يكون هم عندهم النية في انهم يروحوا للاعبين ياخذوا مثلا مكملات او منشطات. والله احيانا بكون في نية عشان المدربين عم بيستفيدوا يا دكتور، المدربين هذول في النوادي عم بيستفيدوا من هاي المنشطات، يعني ببيعك وباخذ عمولة له كمان. ما سمعتك مزبوط. بحكي لك انه المدربين في النوادي، هالشباب اللي بروحوا على النوادي الحديد الجمات، المدرب بقول له تعال اعطيك انا ببيعك، ما هو بيستفيد قاعد ماديا بيستفيد. اكيد هذا بزنس برضه ممكن 100%. فيعني هاي قضية اخلاقية ايضا في التدريب، اخلاقية في يعني تسويق مثل هذه المكملات او العقاقير 100%. يعني نسميها. والمشكله انه بعد فتره بينفس بروح مفعول هذا الهرمون اللي اخذه برد بالطار ياخذ يعني كمان مره. يعني اعطيك مثال على هرمون النمو، اذا اخذ بطريقه يعني خارجيه من الجسم، لانه اصلا هرمون النمو يفرز بالجسم. الرياضه نفسها لما انت تتمرن تمرين وتتمرن تمرينات يعني شديده، هرمون النمو اصلا بينشط في الجسم، ولكن لما تاخذه من الخارج ممكن يكون يصير يعني يسود مشاكل الأنف يكبر مثلا، يعني ما بيكون بالنسبة اللي ربنا خلقها في الجسم، فبيسبب يعني حتى مظهريا مشاكل عند الإنسان. فأعتقد يعني هي الأهم من ذلك التوعية، التوعية مش موجودة، والفوز أهم من الإنسان صار، يعني الفوز عشان أنا أحقق فوز صناعي وهو غير منافسة غير شريفة، الفوز الصناعي منافسة غير شريفة، يجب أن يكون الفوز فوز طبيعي وليس فوز صناعي، بمعنى آخر أخذ المدعم عشان أفوز وهو محرم دوليا. في يعني كثير من المكملات الغذائية الآن ثبتت التغذية، عالم التغذية قال لك الرياضي اللي مش بحاجة لفيتامين أو مدعم غذائي مش ضروري ياخده من الغذاء الطبيعي، يعني ياخد حبة ليمون مثلا كاملة مش يعصرها، يفرمها بالخلاط كاملة مع بذرها مع قشرها مع كذا، كثير إله أفيد مما يأخذ فيتامين سي على سبيل المثال. صح. واليوم صار فيتامين سي مركز يقولوا لك من عقيد. صح. التوليفة تبعت حبة الليمون كلها كاملة تعطيه أنتي أوكسيدان، تعطيه صحة من أحسن ما يمكن، بتساعده على إنه يحافظ على العظام، يحافظ على جسمه بشكل جيد. نفس الشيء حبة البندورة. صحيح. البندورة. صحيح. اليوم حبة البندورة تأخذها كلها أفضل ما تأخذ فيتامين سي حبة أيضا. او يعني حبوب فيتامين سي. طيب دكتور، احنا يعني كلمه اخيره هيك في ثواني، الناس ده تلعب رياضه، شتان من بيلعب رياضه عشان يستفيد وعشان هيك يصير بصحه وعافيه، وبين اللي بيلعب رياضه عشان بس بده هالعضلات وبده يلبس بلوزه ويروح يعمل. يا سيدي اصبح الان مفهومين، مفهوم الرياضه كنشاط بدني لتعزيز الصحه واللياقه البدنيه، وهذا مش بحاجه ولا لا مكمل ولا لا اي حتى أنواع غذاء غير الغذاء الطبيعي، إذا توفر، إذا لم يتوفر، إذا صار عنده نقص الإنسان بعد الفحص الطبي بيقدر يأخذ الفيتامينات المناسبة له. أما الرياضة كرياضة تنافسية هي الهوس، هذا الهوس اللي موجود عند الشباب، الرياضة التنافسية، يعني الرياضة التنافسية صارت يعني مجزرة بحق أنفسنا. صحيح صحيح صحيح، أنا بتفق معك، وبدي أشكرك جدا أستاذ العلوم الحركية والصحية في الجامعة الأردنية الدكتور هاشم الكيلاني، كل الاحترام، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.